خلونا نتكلم بقى يا جماعه عن الافكتات اللي موجوده هنا. اول حاجه منهم اللي هو ترانسفورم افكت، وعندي حاجه اسمها ايه سورت اند ترانسفورم. طيب عندي جوه الامر ده احنا خدنا منهم حاجه اللي هم ايه، خدنا الرافين وخدنا الباكر اند بلوت صح كده، وخدنا حاجه كده في الترانسفورم مظبوط، بس انا مش فاكر احنا خدنا ايه. خدنا ايه في الترانسفورم؟ لما كنا بنعمل الورده كنا بنطلع منها كذا نسخه صح كده، فكنت بدي كوبي يعني كذا عدد من النسخ، وبعد كده ابتدي اقلل في المساحات بتاعتها في ايه الهوريزونتال والفيرتيكال، العرض والطول بتاعها، وبعد كده يطلعوا مجموعه منهم في جروات الاشكال الفهم، بعد كده افكهم الونهم، بعد كده اعيد ترتيبهم يطلع لي الورده اللي احنا عملناها المره اللي فاتت. طب تعالوا نستخدم الترانسفورم ده في حاجه ثانيه. انا عايز اعمل دلوقتي مثلا وليكن لون الترانسفورم. انا كنت في مره كده وريتكم كنا معانا تفاحه وقعدنا نعمل منها كذا نسخه بالترانسفورم. طيب انا دلوقتي مش هعمل تفاحه، انا هعمل مثلا شكل وليكن كيرف مثلا كده، الكيرف دوت اي كيرف كده هعمله زي ما احنا شايفينه قدامنا خلاص. الكيرف دوت الكيرف بتاعي ده انا هاجي اروح على افكت واقول له سورت اند ايه ترانسفورم، ومن هنا اروح على ترانسفورم ماشي. وانا جوه ترانسفورم كده هبتدي اعمل بريفيو عشان اشوف. طيب لو حركنا بقى دلوقتي مثلا عملنا روتيت مثلا، اديني التحليل بتاعي، بس انا مش عامل كوبي عشان يديني واحده منه جديده، انما انا عامل مفيش نسخ زياده، فهو بيأثر التأثير بتاعه ده يطلع على شكل نفسه. طب خلينا ندي هنا الكوبي دي نديها مثلا 5. لما ادي الكوبي 5 ايه اللي حصل دلوقتي؟ طلع ايه؟ الشكل اللي انا ماسكه طلع بيروح لفه بزاويه معينه، ولف اللفه اللي هو بيعملها دي بيدنه يعملها على 5 اشكال ثانيه، وبيطلع معايا الشكل اللي قدامنا. هل ممكن استخدم بقى يبقى لوجو؟ ينفع يبقى لوجو؟ طيب تعالوا كمان نغير مثلا في الايه؟ في السايز مثلا اللي هو في السكيل بتاعنا، اغير فيه كده. هل ينفع ده يبقى لوجو؟ ينفع. يبقى انا ممكن باللعبه البسيطه دي يعني حاجه بسيطه قوي ممكن اطلع ايه؟ كذا شكل خلاص؟ واشوف بقى انا فيهم اللي ايه؟ اللي مناسب بالنسبه لي. بصوا كده فانا ممكن ايه؟ احرك كده واشوف الشكل ده مثلا بالنسبه لي اقول ان هو مناسب. طيب اوكي. وانا كده بالترانسفورم طلعت مجموعه اشكال. كل ما باجي احرك بيتحرك معايا ايه؟ كلهم ليه؟ عشان هو مش شايف الاشكال الثانيه، هو لسه شايف شكل واحد بس، وانت طلعت منه افكت اسمه ترانسفورم اللي هو ممكن في اي وقت ارجع واعدل فيه منين؟ حد يفكرني كده؟ ايوه من الابيرنس، اروح على ويندو واجيب ابيرنس. احنا قلنا في الابيرنس بيبقى دايما متسجل عندي كل الافكتات، ومتسجل عندي كمان الاوباستي، ومتسجل عندي كل الفيل وكل الستروك اللي بقى على الشكل بتاعي. فانا لو عايز دلوقتي اروح على ترانسفورم ده مره ثانيه هضغط هنا دبل كليك، اخش جوه ترانسفورم وابتدي اعدل في القيم بتاعتي ثاني، والتعديل ده هيبقى يتطبق عندي على الاشكال. طبعا نعمل بريفيو عشان نشوف. فهنفرض جدلا ان ده الشكل بتاعي. طيب تعالوا نمسك الشكل ده، ولو انا رحت مثلا على الجريدينت بتاعته هنا كده وقلت انا هغيرها بلون تاني اتغيرت معايا، يبقى برده اللي هيتغير هنا هيتطبق معايا على الايفكت اللي طالع معانا كمان تمام كده. طب انا مش عايز اعمل الكلام ده، عايز تعمل ايه؟ عايز افك ده. افكه منين؟ اروح على اوبجكت وبعد كده اقول له اكسباند ابييرنس. بعد ما يعمل اكسباند ابييرنس اعمل ايه؟ كل ما اجي امسكها بيمسك برده الاشكال مع بعضها. لا تعالوا ندوس عليها كليك كده يمين ونعمل انجروب فكيتهم. هل دلوقتي ممكن امسك كل شكل لوحده؟ ممكن صح كده؟ طيب هنا بقى انا اقدر ايه؟ امسك مثلا ده ونرجع تاني نحاول كده برضو نربط الكلام مع بعض. لو رحنا على السواتشز وفي السواتشز دي انا جبت مثلا الالوان دي، او بلاش السواتشز خلينا في كلر جايد ماشي كده، وهنختار مثلا اللون اللي هو دوت اي لون، اختار مثلا اللون ده اللون بتاعنا اللي هو ده مثلا. خلاص انا هختار مثلا ايه اللون ده، واختار ايه مجموعه الالوان اللي معايا هم اللي انا هلون بيهم. فانا ممكن اخد ده باللون ده وبعدين امسك دوت كده واخد الدرجه اللي بعديه، ودوت يبقى الدرجه اللي بعديه، وده يبقى الدرجه اللي بعديه. طب مين بالكم يا جماعه؟ حاسس ان انا عايز اعمل الشكل بتاعي عباره عن تدريجات لون واحد خلاص. طلع معايا الشكل اللي قدامنا ده، انا ممكن حتى دي يعني بعد ما عملتهم مش محتاجها. ادي الشكل بتاعي زي ما احنا شايفين. الشكل دوت ممكن اروح احاول بقى اصغره او اكبره او احطه في مكان تاني مثلا، اظبط انا عايز اعمله ازاي. خلاص ادي الشكل بتاعي اهو ماشي يا جماعه، اتعامل معايا زي شكل اللوجو. ممكن اكون انا عايز مثلا اعمل هنا مثلا حاجه كده او شكل تاني عشان اكمل بيه انا اللوجو، مفيش مشكله. ممكن انا مثلا اعمل حاجه مثلا زي كده، هنبتدي نعمل شكل معين كده يعني اي شكل كده انا هحطه خلاص، واقول ان ده كده اللوجو بتاعي بقى انا كملته وعايزه يبقى بالشكل اللي احنا عاملينه خلاص. طبعا اللوجو ده كده ينفع؟ ينفع كده؟ ما ينفعش؟ ما هو مش مفهوم. هو انت بتعملي حاجه يعني ايه شكل تعبير كده يعني، اللي احنا زي ما قلنا لما كنا عملنا في البولر تول فاكرينها؟ وعملنا كده اشكال، بس في الاخر انا هبقى محتاج مثلا ان انا امسك التايب تول وادوس مثلا كليك هنا، وبعدين اكتب مثلا ايه؟ اسم مثلا الشركه خلاص؟ اكتب مثلا ايه؟ اي حاجه يعني اي حاجه كده احنا طبعا هنحاول نعملها خلاص؟ ادي ايه؟
الكلمه بتاعتنا، ممكن انا عندي كده وابتدي فين الكاركتر ايه، نزود القيمه كده ونخليها مثلا ايه لا تبقى اول كده زي ما احنا عملنا كده. ادي انا مثلا هكتب دي كده، من دي تاخد منها اخد منها نسخه تانية اللي انا كتبتها دي كده بالت، وبعدين اغير الكلام ده واخليه مثلا ايه اي حاجه، اي كلمه كده انا عملتها خلاص، وابتدي ممكن ايه ارجع تاني واصغر من هنا. طب خلينا اصغر كمان دي بقى، بحيث ان انا عايزها تبقى تحت كلمه ديزاين دي بس، ابدا ايه احجمها كده، وبعدين ديت انا ممكن اديها لون تاني خالص مثلا كده، ويطلع عندي ده شكل اللوجو ده. انا ما اعرفش ايه اللي مكتوب وبعدين بكتب، ما اعرفش احنا ما بنعملش حاجه معينه، بس انا بس عايز اقول لكم ان هي مجرد عناصر انا ممكن اعمل منها تكوين في الاخر زي اللوجو بالاداه اللي بالاوبشن اللي هو بتاع الايه افكت وترانسفورم، وانا طلعت منها الحاجات دي. طبعا لو انا عايز اخليها متكامل بحط له الكتابات التكست بتاعت كلها، بس ان هو زي ما احنا شايفين كده يطلع شكله. خلاص يا جماعه، يبقى كان اول حاجه عندنا نتكلم فيها اللي هي ترانسفورم.